أبطال جيشنا الباسل، أنتم من صنعتم الأمان، فسارعوا بالتلقيح ففيه أمان لكم ولنا. عزيزي المقاتل، روحك أمانة ضرورة تحافظ عليها من خلال أخذك لقاح فيروس كورونا، فأنتم سور الوطن ودرع العراق الحصين. جيشنا الباسل قواتنا الأمنية، مثل ما دافعتوا عنا بالفترة الماضية وحميتوا البلد، أتمنى هالمرة تحمون نفسكم وتاخذون اللقاح. عزيزي المقاتل، بأخذك اللقاح المضاد لفيروس كورونا راح تحمي نفسك وعائلتك وزملائك من خطر الإصابة بهذا الوباء. تاريخ جيش ومرجل وانا الكنت خياله، كل صفحة ساطر كم وجه والزلم قد افعاله، والزلم قد افعاله. أبطال جيشنا الأبي، لقاحك سلاحك.